الحكومة قامت بواحد العمل اللي هو جدي، قامت بواحد العمل كبير، والحكومة مشكورة، وزراء عملوا واحد العمل اللي هو كبير وكبير جدا، وغادي نشرح لكم شنو هو هذا العمل اللي تعمل. الحكومة كانت مدعومة بواحد الأغلبية، واحد الأغلبية اللي كتأطر، اللي كتعطي الاتجاه، اللي كتقول هنا يمكن هذا الطريق ماشي هذه خصنا نمشيو، اللي كتخلي بأنه يكون التماسك. وحنا فخورون يعني بهذه الأغلبية اللي كتساند هذه الحكومة، وهذا الشيء كان ناقص الحكومات السابقة مع الأسف. حنا يعني النشأة ديال هذه الحكومة ما كانتش سهلة، لأنه كتعرفوا الظروف فاش جينا. جينا في الإشكالية ديال الأوكرين، جينا في التضخم، جينا أنه 3 سنين ديال الجفاف، جينا في الكوفيد والمعامل والمصانع اللي هي مشدودة واللي خصها تحل، السياحة اللي ما كايناش، إشكاليات اللي هي كبيرة، لقينا يعني المديونية هي 72% ديال لو بيب ديال المغرب اللي هو كثير، لقينا يعني دخلنا فوق الانفلاسيون، مشاكل اللي هي كبيرة، لقينا الماء ما كاينش في واحد المناطق، والآفاق باش يكون الماء يعني كانت مسدودة وخاص واحد الاستثمارات يتعملوا، ولكن لقينا كذلك أنه واحد العدد ديال السياسات اللي ما منزلينش الميدان، بحال السياسة المائية والإشكالية ديال الماء اللي كانت مطروحة. لقينا الحوارات الاجتماعية مقفولة، يعني بكل صراحة حتى واحد فيكم ولا حتى واحد في يعني في هذا ما يبغي يكون في هذيك المكانة ديال رئيس الحكومة ولا ديال الحكومة في هذيك الظرفية. ولكن حنا قلنا بان هذا الشيء اللي جانا في التركه ديالنا حنا غادي نصبروا، غادي نشتغلوا، غادي يكون المعقول، غادي نبداو نخدموا، وان شاء الله يعني انه نبنيو المستقبل ديالنا بكل جديه، بكل معقول، وكذلك بالواقعيه.